استبعد عضو مجلس النواب ديار برواري إتمام الكابينة الحكومية على المدى القريب قائلا إن الحراك السياسي في هذا الشأن إعلامي أكثر مما هو عملي. تشكيل حكومة بتصورنا الحراك السياسي الموجود هو حراك خفيف وحراك إعلامي أكثر ما هو حقيقي وإيجابي، ولم نشهد يعني لا جلسة اليوم ما بتصورنا الأسبوع هذا لا راح نشهد أي وزير يعرض، مع أنه هناك كثير من الحديث حول أنه وزارة الداخلية وزارة الدفاع تم الانتهاء من عندها، ونتمنى أن هذا يكون عمليا نشوفها داخل مجلس النواب ويتم عرضهم، وعندما يتم عرض هذول الوزيرين اثنيناتهم يعني نخلص من عندهم ويتم بالتالي التوجه نحو الوزارات الباقيه، وزاره التربيه ووزاره العدل، وراح يكون ضغط اكثر من قبل مجلس النواب على رئيس الوزراء في طرح الوزارات الباقيه.